خويا انا مهاجر مغربي. هاد السيد تعدى عليا، انا كندوي معاه على سميتو على المحل ديالك، على المحل كي انا يلاه خسرت على الدار 3 مليون ديال الصباغه. كل مره كيجي يكتب الحجامه، كل مره يكتب الحجامه لقيت الدري طالع في السلوم كيصباغ. كندوي مع الدري، جا جات عليا انا، ضربني بجوج كروشيات. نهار كريتي لي كريتي على اساس حجامه ولا على اساس حلاق؟ حلاق. أيه. نهار كريت لي كريتي على اساس حلاق. أيه. عندي العقد اللي بيني وبينه كحلاق. ماشي كدير الحجامه، كيمارس الحجامه في السده وكيطلع لي الخنز ديال الدم للدار. وعندي السلوم، داير السلوم ملي تخونت لي الدار راه على الشرجم، راني عندي الفيديو، عندي السلوم بانه طالع في السلوم. هو نيت هو اللي حرض الناس، تطلعوا لي الدار، خونوا لي 4 مليون ديال السلعه. وراه في اخبار السانكيام، الشرطه العلميه في اخبارهم كل شيء. ومشيت للشرطه العلميه، درت سيرتيفيكا وداك الشيء ديال على بانه عنده كيمارس الحجامه، وقالوا لي راه غادي نمشيو ليه وهذا الشيء، قالوا لي راه غنمشيو ليه. وجاو لعندو يمكن ما لقاوش، من بعد راه كيمارس الحجامه في السده. وانا عندي العقد اللي بيني وبينه ديال الحلاقه، ماشي ديال 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 الحجامه. وملي كندوي مع السيد لقيته طالع في السلوم، داير السلوم وكيصبغ، داير السلوم وكيصبغ. دويت مع الدري، جات طلع عليا، جبد معايا بجوج كروشيات في هذه البلاصه انا قدام داري. في محالك وضربك؟ في محالي، انا في محالي، انا مهاجر مغربي، باقي لي غير يومين وغادي في حالي. واخا ملي يعني واش علمتي السلطات المختصه، يعني السلطه الاداريه بناء على واحد الارساليه انك تعلم ان هناك تمارس الحجامه وكتطلع لك ديك الريحه ديال الدم، واش علمتي السلطه علمت الاداريه؟ علمت عندي الشكايه، عندي علم، مشيت للجامعه، علمت الشرطه الاداريه. نعم. على 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 سميتو بانه كيمارس الحجامه. نعم. بدون رخصه. وشنو كان الرد ديال الشرطه؟ الرد ديال الشرطه قال لي احنا غادي نصيفطوا لي، غادي نمشيو لي، هذه عامين باش درت الشكايه ما كاين حتى شي حاجه. نعم. الكرامه كيخلص لي الكرامة. حكمات المحكمة بالزيادة، ما بغيش يزيدني الزيادة. عندي الحكم، عنده التبليغ، عندي كل شيء. نعم. وفي الأخر وفي الأخر كيجي كي 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 كيضربني بدون سبب، حتى شي حاجة. المحكمة عطاتك حقك، يعني تنصفاتك أنه يزيدك السمة الكلائية. نعم. ولكن نعم. هنا بالنسبة للقائدة اللي مكلفة هنا بهذا السيكتور هذه، أشنو هو الدور ديالها في الله أعلم. وتحارب الله أعلم. ما فهمتش شنو الدور ديالها. نعم. ما فهمتش أنا. نعم. المهم أنا عندي الشكاية، بلغت بأن راه عند كيمارس الحجامة. نعم. داير السدة وكيطلع لي الخنز ديال الدم من السدة. نعم. وقلت لي راه أنت اللي بيني وبينك العقد ديال الحلاقة، ماشي ديال الحجامة. نعم. وكي ورغم ذلك كمارس الحجامة وراه كاتبها، راه كان كاتبها ومحاوها لي، راه كان كيسبق الدري، يلاه كان طالع كيسبق بالسلوم والدرب هنا راه نجيبو. نعم. كان طالع كيسبق. ملي كندوي مع الدري علاش كتصبغ تمايا، جا لعندي جبد معايا جوج كروشيات. نعم. هنا قدام داري. هادشي اللي وقع. عندك ديجي خلافات ولا اول مره؟ عندي مع خلافات شحال، هاد ما كندويش معاه انا كاع، ما كندويش معاه، كندويش معاه كاع. وعندي بالشكل هذا قديم، راه عنده 15 عام ولا 16 عام هنايا. وعندي الفيديو داير السلوم وطالع من الشرجم. 16 عام كامل ماشي يخلص الكرا ولا؟ لا 3 سنين و4 سنين ما كيخلصش الكرا. 3 سنين ما بغاش يزيد الزياده. الولود اللي ما خلصش لك غير 3 شهور غيخرج، غيخرج من خوي. شوف انا درت الدعوه على الزياده، درت الدعوه على في المحكمه. الله اعلم. الله اعلم. إلا كيحطهم أنا ما كناخذهمش. هذا هو اللي كاين. إلا كيحط فلوس في المحكمة أنا ما كناخذهمش. علاش ما حاولتوش في كود المشكل حبي؟ علاش وصلتوا له؟ راه ما خلى من دخل، راه كاينين الناس، راه صحابه، راه مدخلوا، راه جاو دواء مع الشعب. أنا كنطلب ليه خوي، أنا كنطلب ليه بعد مني. فيما يخص هذا الاعتداء اللي اعتدى عليك واش غتابعوا قانونيا؟ نتابعوا قانونيا، أنا كيضرني راسي، كضرني نيفي، كل شيء كيضرني هنا، المشوار ديالي كاملة كضرني. هو واش عدى عليك؟ نعم. ياخذ الجزاء ديالك. نعم. ولكن الا كان هذا الشيء مبني على اساس باش غتخرجوا من هذا المحل وكان شي يدير الواجبات ديالو، راه انا نتابعو علاش يضربني بعدا. دابا السبب اللي خلاه علاش يضربني؟ علاش ضربني؟ انا ما عرفتوش علاش ضربني. جا انا داوي مع الدري طالع كيصبغ في السلوم، قلت لي ما تصبغش، رانا يلاه خاسر على الدار 3 مليون باش صبغتها، ما تكتبش، ما ديرش، ما تصبغش تمايا. جا لعندي هو شاد به السلوم تمايا، جا لعندي كيجبد معايا بجوج كروشيات هنايا. واخا بقى معايا في هذه البلاصه. دابا حنا سمعنا ان سعاده القائد ارسل لك المقدم تيقول لك اعطيني جماليه للدار وصبغ لي الدار. نعم. وانت استسلمتي. نعم. وصبغتي الدار. نعم. وعطيتيها جماليه وخسرتي لها مصاريف. نعم. يجي هو
ملي كتمشي حتى لفرنسا كيجي هو وكيسبق الدار بطريقته، كيدير هنا الحجامه، هنا العلاقه، هنا الرؤيه الشرعيه وغير ذلك. تدخل ديال السلطات المختصه في هذا الميدان واش كتجي تنبهوا وتعطيه واحد الاشعار باش يحيد هذا الشيء كلشي ولا لا؟ عييت راه الجماعه الشرطه الاداريه راه عندهم شكايه، راه داير شكايه بانه كيمارس الحجامه. نعم. وقالوا لي راه غنصيفطوهم لي وجاو يمكن ما لقاوش، على الله اعلم راه هذه عامين باش درت هذه الشكايه. سرقات لك الدار، سرقات لي الدار دخلوا من المنافذ ليلا. نعم. انت شكيتي فيه؟ شكيت فيه. اشنو دليل انه هو ربما يكون متورط مع هذا السلوم؟ هو داير السلوم اللي مصوره عندي تصويره. عندك تصويره ديال السلوم طالع في الدار؟ السلوم طالع في الدار، في السلوم من جيت الشرجم منين دخلوا الشفاره. حضرات الشرطه العلميه؟ حضرات السلطة العلمية قالت لك دخلوا من الشرجم. اشنو النتيجة تعطات؟ النتيجة تعطات قال لك اللي دخلوا عندهم ما عندهمش البصمات، محطوطينش باقيين صغار، قاصرين ربما. قاصرين. إذا واش يكون هو متورط مع هو اللي محرضهم، لأنه هو اللي عارف الدار خاوية. نعم. الدار ما كاين حتى شي واحد ولا الدرب، كلهم هنا الله يعمر دار، كلشي الدراري كنعرفهم. نعم. كلشي بقى فيهم الحال. مع بركات سرقات. كلشي الدراري بقى فيهم الحال على كيفاش تخون الدار. نعم. كيبركوا الدراري هنا قدام الباب. هو داير السلوم من الشرجم من اللي. نعم. في ايامات كورونا، ايامات الحجر، فين تخونت هي. انت عندك شكوك فيه؟ من طبيعة الحال عندي شكوك فيه، هو انا اللي بيني، هو اللي بيني وبينه المشاكل. نعم. حتى شي واحد انا ما عندي مشكل معاه في الدرب، شي واحد الحمد لله. نعم. سولوا على الاعتداء، علاش اعتدى عليه؟ ودابا اليوم نتكلموا على الاعتداء ديالهم، هنا شنو السبب ديال هذا الاعتداء؟ ما عرفتش. كيفاش قلتي لي شي حاجة؟ ما عرفتش. لا قلت انا ما كندويش معاه. نعم. كندويش معاه انا كاع. انا جاي يكون جيل داري ما كندويش معاه. كندوي مع هذا السيد، كندوي مع الاخر اللي في الصالون الاخر ديال البنات، ما كندويش معاه، ما كنقولش ليه حتى السلام عليكم. بالنسبه للدار شفناها مسبخه و كان كيسبق فيها واحد كان يسبق السلوم، راه ولد الدرب هنايا. اييه. راه الدراري عرفوا، راه البوليس يجيب. يعني كيوسخ ماشي كيسبق. كيسبق باش يكتب ولا الله اعلم. جايبو هو. باش يدير اشاره. هذيك البيضه، هذه الصباغه البيضه راه خضراء، راه شتيها البيضه. راه هو اللي جايبو مدير السلوم وطالع. الدري راني كنعرفو. هو سبق تما باش يكتب هذيك الحجامه على حسب. باش يكتب الحجامه. علاش ما خدمش شي عقلك وخليتيه يكتب الحجامه وصور شي الشرطه الاداريه وخرج شي. وراه مكتوبه الحجامه، راه مكتوبه وعاود كيعاود فيها، راه الحجامه راه مكتوبه. تم إخبار الشرطه الاداريه. الشرطه الاداريه راهم جاو وشافوا الحجامه وشافوا كل شيء. ايه وجاروا؟ قال لك سي راه حنا غنمشيو ليه، غنمشيو ليه، غنمشيو ليه. شحال من شهر هادي؟ راه هادي عامين ولا ثلاثة. عامين وغادي نمشيو ليه. دابا هو عامين واش يزاول هنا الحجامة؟ كثار من عامين. يعني كيزاول الحجامة. كيزاول الحجامة راه إلا جاو البوليس ودخلوا. رخصة هو عنده شي ديبلوم؟ ما عندوش، عنده هو الحلاقة. سيتو ما عندوش. رخصة. عنده الحلاقة، ما عندوش الرخصة ديال الحجامة. إذا هذا يشكل خطر حتى على المواطنين اللي كيمشيو يديروا الحجامة. بطبيعة الحال لأنه كيديرها في السدة، راه هي السدة، راه داير السدة. لا بغيت نسولك أنا سؤال مهم اللي كيصب في مصلحة المواطن. واش المواطن إلى جهنا محمي من هذه الحجامة ولا غير ولا خطأ؟ كاين شي حجامة ب 30 درهم. 30 درهم حجامة. كاين شي حجامة ب 30 درهم كيطلع الناس للسدة لهي. أيوة. الناس مساكن اللي ما الله أعلم كيطلعهم كيدير لهم الحجامة ب 30 درهم. في السدة راه إلى خطر عليهم. إلى جاو شافوا طلعوا للسدة يلقاو هذا راه خطر على المواطنين. هذا خطر على المواطنين ديال الحجامة، راه عنده كل شيء الماتريال ديال الحجامة في السدة. ولكن هذا راه خطر على المواطنين، هذا راه خطر على المواطنين. انا عييت ما كنشكي، عييت ما نشكي. نعم. وفي الاخر كيجي يضربني هكاك. نعم. تعدى عليا هكاك، انا ما فهمتش، ما عرفتش علاش تعدى عليا. دابا غدير محضر ديالك. من طبيعه الحال غندير محضر ديالي، من طبيعه الحال غندير سيرتافيك، لان انا كيضرني وجهي، كيضرني نيفي، كلشي كيضرني. نعم. لا مشوار كله كيضرني، لانه ضربني هنايا في هذه البلاصه قدام داري. نعم. اذا كتسنى بالمنطقه حي المحمدي بالضبط على الشارع المستوى البوليس يجي امام مسجد الاستقلال. نعم. مواطن كيعيش في الديار ديال المهجر بفرنسا، كيقدم النداء ديالو للسلطات المختصه في هذا الميدان الامنيه كذلك السلطات المحليه باش تاخذ اجراء، لان هنا في المغرب كنعرفوا اغلبيه ديال هذه الحجامه كيطفلوا عليها بعض الاشخاص وكيعملوا حجامه، يعني هذا كيؤدي بالمواطن الخطر. هذا انا اقولها بكل صراحه، الانسان اللي ما عندوش اختصاص، ما عندوش ديبلوم، ما عندوش شواهد، يقدر يدير مثلا الحجامه ويدخل عنده اي مواطن، ولكن لا قدر الله كان هناك خطر فالمسؤول الاول اولا هما الشرطه الاداريه وكذلك سعاده القيد والمقدمين اللي مختصين وعارفين الشده والفاده وتا حاجه ما كتضر كلامهم. اذا
سيدنا الله ينصرو كيوصي جميع المسؤولين ديالنا باش يؤديوا الواجبات ديالتهم. الا كانت هنا كتمارس الحجامه بدون ترخيص، مع العلم انها كتشكل خطر على المواطنين، هذا المسؤوليه ديالو كتحملها الشرطه الاداريه وكيتحملها سعاده القائد ديال هذه المنطقه. اذا هنا الرساله واضحه، كيتم التهجم ديال مواطن يعيش في ديال ماجر، كيجي سنه كيجي شهر في السنه، اليوم تم تكرفس عليه امام الوليدات ديالته، امام الملا، كما كتشوفوا اثار الدم، اثار الضرب، اثار الجرح. دابا انتي عامره دم راه ننتظر السلطات الامنيه وننتظر دخول الوقايه المدنيه لي يعني توجيه هذا الشخص الى اول المستشفى من اجل وضع شهاده طبيه، ثم الى الدائره الامنيه بالحزام كذلك لانجاز محض القانون. رسالتي الاخيره هي انا بغيت نتابع هذا السيد، علاش ضربني؟ علاش ضربني؟ نعم. والثانية ما خصوش يمارس الحجامة في الحلاقة. نعم. سؤال، كاين بينكم نعم. شي عقد أنا ديال الكراء؟ عندنا العقد، من طبيعة الحال عنده العقد. المدة الزمنية فيه شحال؟ لا عنده واحد شاري الساروت. نعم. أستاذ عندي لك سؤال مطروح. واش هادشي اللي دار هاد السيد هو ما كانش يقال لك في المحلات، واش كان عندك كان عندك اتفاق في النهار الأول على أن السيد غيزاول هاد الحجامة؟ لا ما عندناش اتفاق، عندنا اتفاق ديال الحلاق. عنده العقد فيه حلاق لا غير. 15 عام ولا 16 عام شاري الساروت هو. هذا ماشي ديال الجار على جارو، هذا راه كلشي الناس كيتشكوا منه، هذا راه واحد الميكروب هنا في الدرب، واحد الميكروب هذا الناس كلشي كيعرفوه. اليوم في الخرجه الاعلاميه اللي ما تبغيش. شكرا. كنوجه رسالتي للناس المسؤولين. ملي كنوجه رسالتي، لان انا باش نجي انا مثلا عندي شر ويجي واحد يتعدى عليا قدام داري، انا ندير شرع يدي، انا ندير شرع يدي وبدون سبب القانون. انا غادي نمشي نشوف اش الا ما خادوش لي حقي، انا غندير شرع يدي معاه. لا سيدي، حنا في دار الحق والقانون واللي عندنا. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.